وفاة أسرة بأكملها بسبب طهي المكرونة بهذه الطريقة الخاطئة التي تفعلها جميع الأمهات. يحذر قبل فوات الأوان. يتبع الكثير من السيدات بعض العادات عند طهي المكرونة، وهذه العادات تشكل خطر كبير على الصحة. المكرونة من الأكلات الشعبية التي يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، والمكرونة من النشويات المفيدة التي تمد الجسم بالطاقة، كما أنها من الأكلات التي يسهل تحضيرها، ولكن إذا تم ذلك بشكل صحيح بعيدا عن العادات التي سيتم ذكرها خلال السطور القادمة والتي يجب تجنبها تماما. وخلال السطور القادمة أيضا سنعرض الطريقة الصحيحة لطهي المكرونة. الخطوات الممنوع اتباعها عند طهي المكرونة. هناك العديد من الخطوات التي من المفضل عدم اتباعها عند تحضير المكرونة، وهي كالتالي: إضافة كمية كبيرة من الملح للمكرونة. من يهم الخطوات التي يجب تجنبها عند طهي المكرونة لأنه لا يمكن إصلاحها بعد طهي المكرونة، ومن المفضل إضافة القليل من الملح للمكرونة والقليل للصلصة أو الصوص الذي سيتم وضعة على المكرونة. يفضل الانتباه لضبط قوام الصلصة بعد وضع كميات كبيرة من البهارات للصوص أو الدجاج أو اللحم أو أيا كان الذي سيضاف للمكرونة، لأن هذه البهارات تضيع طعم المكرونة. يجب الحرص على أن تكون المياه التي يتم سلق المكرونة بها أكثر من كمية المكرونة لتجنب أن تصبح المكرونة عجين. أفضل طريقة لتحضير المكرونة: الحرص على اختيار نوع المكرونة المناسب لكل طبخة. فكل شكل للمكرونة يمكن طبخة بطريقة مختلفة عن الآخر وله صوص مناسب له. لا يجب سلق المكرونة تماما لحد الطهي الكامل، فيمكن سلقها لمدة 10 دقائق، وبعد أن توضع عليها الصلصة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء فتكمل طهي المكرونة. وعي المكرونة السميكة يحتاج لي صلصة سميكة.